Have a seat. Tell me about yourself. Well, my name is Ali Hassan. They call me Angela, and you can call me Angela too. I'm 22 years old. I'm graduated from Faculty of Arts Italian Department, Cairo University. I work at VIS, Vodafone International Service, as a business support. And I work for myself too, as a YouTuber. I'm Egyptian, but originally my roots are from the Arabian Peninsula. How to introduce yourself but in English? ازاي تعرف نفسك باللغة الانجليزية؟ كنت عملت فيديو قبل كده عليه علاقة بالتعريف بالنفس بس باللغة الايطالية ولاحظت اقبال عالمي عليه، بل بالعكس في ناس كتير طلبت مني اعمل نفس الفيديو ده بس باللغة الانجليزية. وعلى فكرة انك تعرف نفسك بالانجليزي دي اسهل حاجة في الدنيا، حرفيا اسهل حاجة. تابع الفيديو للاخر علشان اعلمك ازاي تعرف نفسك باحترافية زي الاجانب. بس قبل اي حاجة حطيت لايك للفيديو، لو ما حطيتش انزل حط لايك بسرعة، اعمل اشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد، ويلا نكمل الفيديو. Are you ready? Let's get started. الفيديو اللي فات اللي علمتك تعرف نفسك فيه باللغة الايطالية كنت بركز على الجمل مش الكلمات، يعني انا هديك تركيبة وانت هتصيغ التركيبة دي على نفسك، عمرك، اسمك، حياتك بقى، الخ الخ. فيلا بينا علشان نبدأ في اول حاجة. ازاي تقول اسمك باللغة الانجليزية؟ What's your name؟ اسمك ايه؟ اجاوب ازاي؟ اول طريقة وهي اسهل طريقة واكتر طريقة شائعة اللي انا اقول I'm بعد كده اسمي، يعني انا I'm آلاء حسان او My name is آلاء حسان. طب لو بتكلم في التليفون وبشكل رسمي وحد بيقول لي What's your name please، اقول This is آلاء حسان، يعني دي آلاء حسان بتتكلم او انا آلاء حسان بتكلم بس بشكل رسمي شوية. This is آلاء حسان talking to you بقى، أو this is آلاء حسان speaking، أو آلاء حسان بتتحدث بشكل عام. طيب رابع طريقة بقى، لو عايز أقول له you can call me، اللي هو أنت ممكن تسبيني، أنت ممكن تقول you can call me Angela، بما إن أنا النيكنيم بتاعي أصلا Angela، أو اسمي اللي هو الاسم الشائع عندي أو شهرتي أو اسم الدلع هو Angela، فأنا ممكن أقولك you can call me Angela أو they call me Angela، ده هم مطلعين عليا اسم Angela أو مسميني Angela. أو آخر حاجة ممكن أعرف بيها اسمي اللي هو لو أنا حابة بقى إيه أتفشخر بعيلتي شوية، اللي هو أعمل برستيج كده لنفسي باسم عيلتي، لو أنا من عيلة معروفة مثلا فأقول my first name is آلاء و my last name is الشقيفي، أنا اسمي آلاء واسم كنيتي أو اسم عيلتي هي الشقيفي، تمام كده؟ لو حابة أقولك اسم الدلع وش بقى أقولك إيه، أنت تقولي what's your name، أنا أقولك my nickname is لولي مثلا، انا اسمي الدلع بتاعي لولي الى خلخ. اذا انا عرفتك اكتر من طريقة تعرف بيهم عن اسمك، ممكن تقول زي مثلا I'm آلاء حسان، my name is آلاء حسان، my nickname is لولي مثلا، you can call me Angela، they call me Angela، واخر حاجة my first name is آلاء، my last name is الشقيفي. صيغ بقى الست طرق دول عليك انت. How old are you؟ كم عمرك؟ هو انت عندك كم سنة اصلا؟ اكتر اجابة مشهورة وشائعة على السؤال اللي هو How old are you؟ بتقول I am وبعد كده السن وبعد كده years old، يعني انا عندي 22 سنة I'm 22 years old، انت عندك 20 سنة you're 20 years old، هو عنده 30 سنة he's 30 years old. السؤال ده على فكرة بيضايق المجتمع الأنثوي شوية، اللي هو بيعتبروه تطفل وكده، اللي هو كيف تجرؤ ان انت تقول انت عندي كم سنة. لو كبرت شوية وحد سألني السؤال ده، فطبعا لو انا عايزة اخلع من السؤال او مش عايزة اجاوب قوي او ما ادلوش اجابة واضحة، هعلمك تعملي كده ازاي بالظبط، او المجتمع الأنثوي بشكل عام بقى يتعلموا يجاوبوا عن السؤال ده ازاي.
خدي التركيبة السحرية دي. I am in my early أو mid أو late، وبعد كده العمر اللي هو أنا في مقتبل أو أنا في منتصف أو أنا في آخر، وبعد كده عمري. يعني أنا دلوقتي أقول لك I am in my early 20s. طب لو أنت تجرأت وسألتني السؤال ده بعد 20-15 سنة كده، فاللي هو هبقى عندي مثلا إيه، دخل على الأربعينات مثلا، فهقول لك I am in my early 20s برضو. يعني مش هغير الإجابة. لو حبيت أجاوبك بصراحة أقولك I am in my mid 30s اللي هو أنا في منتصف الثلاثينات. طب لو سألتيني السؤال ده بقى وأنا خلاص مقبلة على 60 سنة، يعني خلاص لو عشت 60 سنة، يعني لو ربنا أدينا طولة العمر وأنا برضو مش عارف أهرب من أسئلتك، اللي هقولك مثلا I am in my late 40s اللي هو أنا في آخر الأربعينات وكده، طبعا مش باين عليا. I'm in my late 40s. طيب الاخت منين؟ الاخت منين؟ Where are you from؟ انت منين او انت منين؟ طبعا بكل فخر I'm Egyptian، انا مصرية. مثلا هي she's Italian، دي إيطالية، إلخ إلخ. فالطريقة الثالثة اللي بعرف بيها نفسي هو أنا منين، I'm Egyptian أو I'm from Egypt. بقول أنا من والبلد زي I'm from Egypt، أنا من مصر، أو بقول I'm وبعد كده my nationality الجنسية بتاعتي، I'm Egyptian، she's Italian، etc etc. طيب لو أنا بقى من مكان وعايشة في مكان تاني بعبر عن كده ازاي؟ For example I was born in Egypt but I grew up in Italy، اللي هو انا اتولدت في مصر بس انا قضيت يعني وكبرت وقضيت عمري كله في ايطاليا. تحية لكفر نابولي طبعا اللي انا منهم، ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير وكده. المهم انا بقول I was born في المكان ده، وبقول I grew up في المكان التاني. او مثلا انا كآلاء I'm Egyptian I was born in Egypt، وعيلتي مصرية بس اصولي مش مصرية، انا مش من اصول مصرية. فاقول ازاي اني مش من اصول مصرية؟ Originally my roots are from the Arabian Peninsula، انا اصولي من شبه الجزيرة العربية، but I'm Egyptian انا مصرية، تمام، احمل الجنسية المصرية انا واهلي، ولكن اصولي مش فرعونية، لا دي من شبه الجزيرة العربية. طيب نيجي بقى لاكتر حاجة عندنا فضول ان احنا نسأل عنها بشكل عام، انت معاك ايه؟ انت تعليمك ايه؟ الادوكيشن بتاعك، انت خريج ولا بتدرس ولا ايه نظامك بالظبط؟ لو انا بدرس او انا كنت بدرس، يعني فتخيلوا ان انا بدرس دلوقتي، انا اصلا لسه fresh graduated، برغي كتير عارفة. طيب لو انا لسه بدرس هقول I'm a student at Faculty of Arts Italian Department Cary University، انا بدرس في قسم اللغة الايطالية كلية الاداب جامعة القاهرة، انا لسه متخرجة السنة دي. فهرد واقول I am graduated from the same thing، نفس الشيء، Faculty of Arts Italian Department Cairo University. طيب اذا انت بتقول I'm a student at، او بتقول I am graduated from. اكتر سؤال بيبقى عندنا فضول ان احنا نسأله، في حد في حياتك بشكل عام الماريتال ستاتس بتاعتك ايه؟ او ظروفك ايه؟ انت حالتك الاجتماعية ايه؟ طبعا الفيسبوك ساعدنا جدا ان احنا نعرف كده، من كتر ما بنشوف بوستس engaged to engaged الى خلاخ. فاعزب يعني single، ومarried يعني متزوج، divorced مطلق، بعد الشر عنا جميعا. يجي اخر حاجة بقى بنحب نتكلم عنها، وهي What about your job؟ صناعتك ايه؟ شغلانتك ايه؟ بتقول I'm a بعد كده job،
position بتاعك. والله I'm a teacher, I'm a doctor, I'm a translator. أنا مترجم. أنا I'm a translator. أنا مترجم إلى خيلة. دي أول طريقة بتعبر بيها عن شغلك. طب في طرق تانية أكيد طبعا. I work at أنا شغال في شركة بتاعتي Vodafone International Service. أنا شغالة في Vodafone International Service. أنت شغال مثلا at Zara مثلا. هو شغال مثلا at واسم الشركة بتاعه مفيش أي مشكلة خالص. مش هكمل بقى اسامي الشركات عشان ما يبقاش اعلان وكده. لو انا فريلانسر بقى او ارزقي زي حالاتي كده برضو, يعني انا شغاله في شركه بس نفس الوقت انا ارزقيه برضو على اليوتيوب وكده. ف لو انا شغال في الفريلانسر او انا عندي ماي اون بيزنس بقول I work for myself. انا شغال لنفسي, ماليش مدير, يعني مفيش حد بيصبحني كل يوم بخناقه ويمسيني كل يوم بخناقه. لا, I work for myself. طبعا انا مديري ما بيصبحنيش بخناقه ويمسيني بخناقه. مش عايزه اتفصل يا جماعه. الشكل ده شوفوا الفيديو خلص بسرعه. علمتك ازاي تعرف نفسك باللغه الانجليزيه بشكل سلس ومرح وسهل. انت بتقول اسمك ايه؟ My name is I am الخ الخ. عمرك ايه؟ I am 22 years old. وانت what about you؟ انت عمرك قد ايه؟ وبتقول انت الحاله الاجتماعيه بتاعتك ايه, سواء single او married او الخ الخ. اتكلمنا عن الeducation, انت سواء student او انت graduated from والكلية بتاعتك. واخر حاجة اتكلمنا عنها the job اللي هو وظيفتك, شغال ايه. فانتو يعني عايزاكوا تكتبولي في الكومنتس, عرفولي نفسكم, اسمكم, سنكم, عمركم, الخ الخ. وقولولي لو الفيديو عجبكم ولا لا. اعمل لكم سلاسل من الفيديوهات دي في الفيديوهات الجاية هتنزل على القناة. ما تنسوش تعمل لايك للفيديو. شفتك اللي ما عملتش لايك وطلبت منك من اول فيديو, يلا بقى اعمل لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اعمل سبسكرايب للشانل ويفعل الجرس عشان يوصل اشعار بكل جديد. تمام كده, دي قناتي الجديدة, بقدم عليها محتوى مختلف تماما هيعجبكم. انا متأكدة ان هو هيعجبكم. اشتركوا فيها واتفرجوا عليها, محتواها مختلف تماما. القناة دي عليها كورسز ببلاش, اونلاين كورسز ببلاش في الفوتوشوب وفي المونتاج الى خلاخ. بيقدمها المهندس محمد الشامي. القوا نظرة كده على القناة هتعجبكم جدا, فيها محتويات مجانية 100% وكلها كورسات. فاللي مهتم بدي يشترك واللي مهتم بدي يشترك. وانا اتمنى ان انتوا تشتركوا في الاتنين. تشاو, يلا بروسيما, استنوني فيديو جديد. سلام.